الله معكم مشاهدينا بكل مرة بنتلاقى ببرنامج لون حياتي منكون على عم نضوي على أشخاص مليانين من روح الله وهن بحد ذاتهم عندهم قصة حلوة مع يسوع عندهم خبرة عندهم بسمة عندهم بصمة وبيكونوا من خلال شهادة حياتهم شهادة حياة كبيرة لألنا اليوم رح نستضيف فرانشيسكا صبية مليانة من روح الله وحلقتنا بعنوان أحلى بسمة لأنه بشارتكم رح تشوفوا أحلى بسمة ممكن تشوفوها بحياتكم بي بها الإنسانية اللي ربنا فايض عليها خيرات وبركات خفية وظاهرة أهلا وسهلا فيكي فرانشيسكا أهلا فيكي أنا كتير فرحانة أنا عم استضيفك اليوم وكتير عيني لتعرف المشاهدين بطريقتك الخاصة مين هي فرانشيسكا شو أول شيء مرسي لأنك استضفتيني معي أهلا وسهلا تاني شيء أنا فرانشيسكا عبدو خلصت ريسنتلي ترجمة باللبنانية أنا خلقت بمرض اسمه سبينا بيفيدا أو بتعبير تاني شلل النصفه نعم أه وهلأ صار عمري 23 بسم الله ترجمة حلو, حلو كتير و... طب كيف بتترجمي حب وحضور الله بحياتك؟ و... بشخصة يعني أنا خلقاني بحب الله مية بالمية أكيد <applause> نحن مآمنين انه انت ثمره حب شخصين بقى... انا بآمن انا بآمن انه لو ما بده يعني الله بهيدا الوضع ما كان جايبني، جايبني لبيربس معين لرساله معينه اكيد 100% مشان هيك عم انت سمر حب من شخصين لكل الخليقه، لكل الناس اللي بدها تشوفك تقول سبحانك يا الله مرسي من هالبسمه <applause> الحلوه يلي هيك نابعه من القلب. فرانشيسكا قديش هل الوضع يلي قطعتي فيه انت وصغيره اثر عليك او زعجك؟ هلا اكيد مثل كل شخص يعني عنده صعوبات بده يتاثر وخصوصا بس نكون صغار ووقت لعب ووقت تسليه انا هو ما عشتهم كلهم كنت وقتها عيش ال... عيش الفرح بالع... بالعمليات يعني اه. اذا بدك يعني ماني رايحه آه يونا بارك رايحه رحلات بالمدرسه ما ما رحتهم هو كلهم بس يعني مثل ما قلت لك بالاول انا بحس وبامن انه الله جايبني كرمال رساله معينه وان شاء الله اكون عم بقدر اقدمها اكيد اكيد عم بتقدميها. فرانشيسكا طيب بوقتها قديش كطفله كنت عم تزعلي من الله؟ تقولي له طيب انه اوكي بعرف جايبني وبدك مني شيء بس ليش انا ما فيني اروح مع رفقاتي؟ ليش ما فيني العب مثلهم؟ كثير قلت كثير قلت لانه ما كنت افهم ما كنت اعرف كنت عن جهل له انه ليش جبتني هيك لالي؟ ليش اخترتني لالي هيك بين الكل م. بين مليارات العالم صح اخترتني لإلي هيك صح ومع انه فينا فينا نشوف كل كثير عالم يعني عندهم اعاقات وعندهم صعوبات بس انا ما كنت اشوف غير حالي بوقت من الاوقات ما كنت اشوف غير حالي ما يعني ما كان يهمني غيري كنت بس انا بس لا بس بلشت انخريت صرت اعرف انه لا مش بس انا اللي عم بعيش الصعوبات مش بس انا اللي عم بتوجع في كثير عالم عم تتوجع صح هلا يمكن الاعاقه ظاهره بس في ناس عندهم اعاقات خفيه صح. وبتكون بتوجع اكثر ان كان لهم ولا بالمحيطين حواليهم لانه بيبقوا حاطين حكم مسبق عليهم مجدد. وبينصدموا من وجعهم او ضعفهم يلي بدون ما يقصدوا اوقات بياذوا فيه وبيوجعوا. طيب واهلك؟ كيف كانت العلاقه مع اهلك؟ أوه. انت كا عندك اخوه وخيات؟ انا انا الثالثه بين خمس اولاد اسم الله نحن عائله كبيره أه. آه انا اهلي كانوا كثير داعمين لإلي وبعدهم داعمين كثير قوي لإلي بنوجه لهم تحيه كثير كبيره بنشكرهم على فرانشيسكا اي لاف يو ماما 100% وبابا انا اذا بقول لك اهلي كانوا كل شيء ما بكون عم بوفيهم حقهم <applause> هن حل. اللي اللي اصروا انه يتعلم هن اللي اصروا انه انخرط ما قبلوا انه يحطوني بمدارس خاصه معلما انه في كثير عالم طلبت انه حطوها بمدرسه خاصه انه ما رح تفهم ما رح تعرف بلا ما تعلموها بلا ما تكبروا لها راسها فرانشيسكا خبرينا عن اهلك دورهم بحياتك اوكي انا دور اهلي كثير مهم وهو دور الاساسي كان بحياتي كانوا كثير داعمين لإلي وكانوا على طول حدي وسندي هن اللي اللي كانوا اكبر دافع اني اتعلم اني اتلقى علم حتى جامعي ومدرسة يعني هن كانوا بدهم يعني يطلع مني شيء آه كانوا كثير مصرين انه يحطوني بمدارس طبيعيه يعني ما مع المجتمع ما كان بدهم يحطوني بمدارس خاصه علما انه كان في كثير عالم تقول انه حطوها بمدرسه خاصه بيهتموا فيها اكثر مدارس مختصه للاوضاع الاوضاع الخاصه كانوا بيعرفوا يهتموا فيها اكثر وهيدا بس هن ما ردوا كان بدهم ياني انخرط بالمجتمع هذا الشيء ساعدك اكثر اكيد انه ما تحسي انه انا ما هيدا أوله شخصيتي وعلمني يعني اطباع العالم مم. شوف العالم بغير نظريه يعني مم. غير عن الاشخاص اللي بتشوفين عندهم اعاقه بنبقى نعرف بعض قديه يعني. سمحتي لاشخاص يتطلعوا فيك انه انت قاعده على الكرسي هدول بمطرح عم بيساعدوكي مثل إجريكي تقولي لهم انه انا يمكن اجري ما عم يمشوا بس عم بقدر أفعل كثير واخذ خطوات بحياتي اشخاص كثير عندها اجرين وما عم تستعملها ما عم تستفيد منها انا حسب ما بيقولوا لي العالم يعني في كثير عالم بتقلي انه انت حصلت على اشياء نحن كاشخاص ما عندنا يع... ما اعاقه ما حصلنا عليها حلو اكبر سيف هو العلم نعم، حصلت صح. على العلم في كثير اشخاص ما قدروا يحصلوا على العلم مزبوط وترجمه يعني قالولي... مش شغله هيدي صح مزبوط قالوا لي انه عن جد انه انت عندك نعمه كثير كبيره انك تعلمتي صح انخرطت بالمجتمع في نحن الاشخاص اللي ما عندنا شيء ما قدرنا نعملهم ف وعيشة حياة طبيعية كانوا يقولوا لي انه عن جد عيشة حياة طبيعية كيف ايه قادرة؟ صح صح كيف عم تقدر تعملي هذا الشيء؟ قلت لهم انه انا هيك انا خلقت هيك يعني انا تعودت على هذا النمط انا ما ما بحياتي فرقوني اصلا اهلي عيشة حياة طبيعية انا مثل ما قلت لك انا بين خمس اولاد انا الثالثة فما تغيرت تربيتي ايه نفس الشيء بتغلط بتتعاقب بتعمل بتعملي شيء منيح بتتكافئي يعني عشت حياة طبيعية هلا بين رفقاتك عرفنا بالبيت اخواتك كمان عملوا مثل اهلك اكيد كانو ما ما ابدا ابدا ابدا, أبداً. بالعكس كنا كتير كانوا كثير قريبين لإلي وما ما حسسوني ابدا وهذا الشيء كثير ساعدك أكيد. لانه اهلي واخواتي سانديني يعني انا العالم صار تفاصيل اذا قبلني او ما قبلني انا منطلقه صح كثير حلو طب فرانشيسكا قديش انت قادره تنصح اليوم الناس يلي بيغرقوا بشبر مي اذا وجعتهم اجروا الندفة ما بعرف وين بيصيروا انه يا جماعه الحياه حلوه والله بدو ايانا لرساله معينه وقادرين نكفي ونوصل لابعد من مستوى تفكيرنا الضيق أول شيء أنا لازم أقول لهدول الأشخاص إنه بليز ما بقى تردوا على العالم لأنه الإمباكت اللي بيعطوه العالم م. علينا كثير بيأثر نحن كأشخاص عنا إرادة صلبة إذا ما نسميها 100% كلمة بتأثر فينا كانت منيحة ولا كانت أه سلبية أكيد رح تأثر نعم. فينا فأنا أول شيء بقول لهم إنه بليز ما بقى تردوا على العالم أعملوا اللي أنتم بدكم إياه اللي أنتم بتحبوه أه عيشوا اللحظة عيشوا الحياة مثل ما هي بصعوباتها ب بي, بفرحها بكل شيء مثل ما الاشخاص غيرنا عم بتعيش يعني ليش نحن بدنا نطلع بس باعاقتنا ونقعد نثبت؟ بليز يعني اظهروا من هذا التفكير انه انا عندي اعاقه يعني انا بس بقعد بالبيت ما بعمل شيء <متحدث> أنا خير مثال يعني 100% ونحن شهود على ذلك فرانشيسكا كم مره بيومياتك يمكن انت وصغيرة قطعت الخبره بس اليوم عن ايمان اقوى قديه بتلمسي حضور يسوع يلي نحن كلنا بنقول حملنا على ايديه وعم يمشي وخطواته عم تسبقنا قديه بتحسي انه انت والكرسي شايلك وهيك عم بيطبع بصمات إجري على الارض انا كل يوم بيمرق علي بحس انه الله موجود معي لانه انا بقطع بكثير قصص بقطع بكثير صعوبات وامراض و يعني اوقات بقعد بالبيت كثير نعم أه بكل لحظه الله موجود معي عم ذكرني انه انا شادي على ايدك ما راح اتركك انا موصلك لهون كرمال رساله هم. بكل لحظه كثير حلو عن جد فرانشيسكا عن جد اليوم انت هيك مثال كتير كبير لكل الاشخاص اللي عم بيشوفونا مثال لإلي عن جد بتعلم منك كتير و... وهيك الحديث كتير ممتع معك قد منك ايجابيه وفرحه وقد ما بعدك بعمر صغير وحققت كتير اشياء يمكن غيرك ما وصلوا لربعه ميرسي لأليك طيب شو بعد بدها توصل فرانشيسكا لوين؟ شو الحلم؟ شو الرغبه؟ شو المشروع القريب؟ اوكي اول واكبر حلم لإلي انه أنا بدي أفتح مكتبة. خير ليك شو إن شاء الله يا رب يا رب آه، تاني حلم وهو الأصعب يعني يمكن يتحقق يمكن لأ بس أنا أنا عم بسعى له إني أثبت حالي بين العالم إن شاء الله يا رب نغير بقى تفكير العالم إنه هي معوقه يعني هي معوقه وبس م بس بس غير هذا التفكير عند العالم إنه بليز شوفونا نحن صح. شوفوا جوهرنا من جوا جوهر. 100% ما بقى تطلعوا بإعاقتنا بإجرينا أو بإيدينا أو برأسنا أو ب... بليز يعني شوفونا نحنا مين قبل ما تحكموا حلو. علينا هيدا أكبر هدف لأي خي حلو كتير قديش هيك واسقة ومندفعة وإن شاء الله يا رب قريبا بلشنا نشوف أول خطوة <تصفيق> بقى <تصفيق> <تصفيق> أكيد الباقي صار تفاصيله بيتحقق إن شاء الله يا رب أر... أم... هل في رفقة او اصدقاء لك كمان هيك بتشاركيهم عندهم على الشازلوات او شيء او هيك او لا انا عندي كثير قليل اللي عندهم اعاقات لانه انا متل ما قلتلك انخرطت بمجتمع ما, ما عنده شيء فكثير قليل الاصحاب اللي عندهم اعاقات بس انه ما عندي مشكله لانه اوقات بتشجع الاخر يعني بيقول لك اه فرانشيسكا هيك يعني انا فيني يكون رفيق معها اذا الشخص عنده مشكله لما يقبل حاله بيصير انه انا حاطط ايدي هون انه هلا انا المعروف عني شوي انه العالم بتحب تحكيني لترتاح لانه من ورا حسب ما بيقولوا لي الثقه اللي عندي بعد الثقه شو حلو فالعالم بس تشوفني بترتاح تحكيني فكتير اوقات الناس على الكرسي او عندهم نفس الاعاقه بيقولوا انت كيف قدرتي تعملي هيك بليز علمينا قولي لنا بس نصايح صغيره كيف تخطيتي صح 100% قد ما فيني بعطي بس انه ما فيك تعطيها هيدي انت بتكتسبيها مزبوط. لحالك مزبوط هي بدها تكون خبره حياه وقرار واراده لحتى ننطلق بس كمان مش غلط واحد يمكن يشوف حدا قدامه ليتشجع نتفه صح مزبوط هيك بيقوى اكثر بي بيصير صح. بده ينطلق ويكفي ويحلق مزيد. خي خي يعني قريبا رح نشوف المكتبة ونروح نزورها <applause> وتكوني عم تاخدينا على كتب العالم هيك ونفوت على أفكار مزيد. وعلى مطارح لا إجرينا ولا مطرح بيودينا على الفكر والخيال وإشياء <applause> تانية خي خي حلو كتير وبلشتي شي بس فكرة ولا بلشتي بس أول حجرة. لا أنا بدي أفتح مكتب مثل ما مكتب. مكتب مكتب اه انا فهمت مكتبه مكتب أوكي. ترجمه بدي افتح مكتب ترجمه ولا لازم بدي شويه وقت بس هل كتير رات. حلو كمان هل مكتب رات. ترجمه هيك مم. نفوت على لغات العالم ونغوص صحيح. هونيك انا كتير بحب اتعلم لغات طيب اللغات إياها بس البسمه اللي عندك هالاحلى بسمه شفناها قديش عم بتكون عم تتخطى كل اللغات وتوصل على كل المطارح وكل القلوب ما بحب احكي عن حالي بس انه ليش نحن بدنا اليوم نحكي عن فرانشيسكا لا بالعكس أنا... هيدي شهاده لحب الله انا اذا بدك اللي بيطلع فيي اول شيء بيطلع ببسمتي لأنه مية بالمية نطلع فيس تو فيس يعني صح. اول شيء بيطلع ببسمتي صح وحسب ما بيقولوا لي يعني انا بيقولوا لي انه بسمتي بتريح بسمتي كتير حلوه وعريضه إخدي كل وجهي بس حلو حلو هيك بالعكس هذا شيء ايجابي وشيء حلو اكيد كتير حلو طيب نحن كتير بنشكرك على حضورك معنا اليوم واكيد عملتي فرق بهالبرنامج ولونت هال هاللقاء آه هيك بنحب كمان تهدي اهداء منك يلون حياتي اللي عم بشوفونا قبل ما نصير آه مع الترتيلة انت البسمه وننتقل للضيف الثاني اوكي انا بدي اقول لكم انه بليز 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 رجاء خاص عيشوا عيشوا الحياة بكل تفاصيلها بفرحها، بحزنها، بوجعها، بمصاعبها وما تخلوا شيء يأثر عليكم لأنه عن جد الحياة ما بتحرز الله عنده نعم هائلة علينا بس أنتوا تطلعوا فيها وشوفوها مرسي مش معقول يا فرانشيسكا عن جد نحن بنكبر بهيك اشخاص رح نكون مع ترتيله انت البسمه لانه شفنا البسمه يلي نابعه من ربنا وعيشه بقلب فرانشيسكا كيف رح تلون حياتك كتار بهالبرنامج انت البسمه بلحظات الخوف انت القوه باوقات الضعف انت النور بعتم الزمان انت الفرحه انت الحنان انت وحدك ساكن قلبي بقدم لك حياتي وحبي خليك بقربي يا ربي يا يسوع تسني ربي بالصلاه دليني عطرو بالسما انت الحب العايش فيي انت الحقيقه بعيني انت ما بتتخلى عني انت صوتي لما بغني انت سارق قلبي مني يا يسوع في اشخاص بيرافقونا بيكونوا هن ايدينا واجرينا وعيوننا وقلبنا وهالاشخاص يمكن ما بيشبهونا بالشكل بس بالمضمون منتلاقى كثير لانه يسوع هو الجمعنا رح نرجع نشوف جانات سروجي يلي تلاقينا فيها بحلقه سابقه اهلا وسهلا فيك جانات ميرسي بونجور اهلا فيك نحن تلاقينا فيكي قبل خبرتنا عن حالك اليوم رح نتلاقى كرمال نحكي عن فرانشيسكا وبدنا نحكي عن علاقتك فيها بالتحديد صديقتك فرانشيسكا نعم قد صار لك بتعرفيها؟ اللي فترة بعرفها لفرانشيسكا لأنه بصراحة لأنه تقريبا عندي كتير رفقة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأكثر حدا بيوقف حدي أنا بصراحة بعيط له خال لأنه هو أكبر مني ما في عيط له عمه لأنه كتير كبير عنده عيلة ربنا وهو عنده شلل رباعي أه. عنده عيلة وبيشتغل وكتير بيساعدني بيساعدني بكتير قصص يعني لحتى حيلا بروبليم حيلا اكسيدان بيصير معي انا بكون عم بلتجي له حلو آه هو بينصحني يعني ولا مره طلب مني انه لا جنات بدك تعملي واحد اثنين ثلاثه وفلي بيقول لي شو صار شو هي المشكله بس لك قديش معبره انت بايديك واجريك وكامل صحتك حدا عنده هالخلل بجسمه عم بيقدر يساعدك ويكون السند بمطرح ايه لانه بصراحه هي الاعاقه المزبوط بدنا نقول حدا عنده اعاقه بيكون عنده اعاقه دماغيه ما بيعرف يفرق بين الصح والغلط مم. مش الاعاقه اذا حدا ما بيقدر يمشي او مش الاعاقه اذا حدا ما بيقدر يسمع و... هيدا يسمع ويحكي مم. لانه نحن في عنا لغه الصم يعني صح. في كتير مطارح نكون مع مع حدا من اصحابنا صم نكون عم نشاوبر معهم بسمع حدا بيقول لي يا حرام ما بيسمعوا ليك شو حلوين قديش بتاذي هالكلمه قديش أيه؟ تاذينا قلنا وبتاذي الشخص اللي يلي قاعد على الكرسي انا انا بسمع انا بحكي هن مش حرام حرام الاشخاص اللي ما بتعرف عن جد تطلع بنعمه ربنا اللي صح عندهم اياها انه فريما ما تطلع تطلع بيقولوا تطلع بكبايه ملانه طلع ما تطلع لا مش كبايه هي هو انسان عنده نعم هو نعم. عم بيشتغل يعني كان حدا هو رسام وبصمم ازياء وحدا كتير شاطر وكان في حدا من بيناتهم بيرقص منن من اشخاص فاشلين بحياتهم هيدا فينا نقول حرام انسان ربنا عطيه نعم ما بيعرف يستعملها مثل الوزنات زيت الشيء بالانجيل سو so من هيك انه ما في يطلع بالخال انه ما عنده ايدين واجرين اوكي ما بتساعدني مش مزبوط انا واقف عن اجري أنا عم بعرف أحكي، عم بعرف أتصرف، عرفت كبر عائلتي، عرفت علم عيلتي من ورا للخال اللي هو علمني عن جد كون إنسان طيب قد إيه هالأشخاص حضورهم بحياتك وبحياتنا كلنا هو نعمة؟ اللي عن جد منه قادر يفهم إنه هودي نعمة عم يخسر كثير، بس بخبرتك الخاصة مع فرانشيسكا مع الخال مع كثير أشخاص صدقيني هيدي اكبر نعمه نحن بتكون عنا اياها وقت مثلا تلفن لفرانشيسكا على طول عم تضحك على طول مبسوطه شو عم تعملي؟ انا عم بشتغل هلا بس انه تعي تخبرك شو اللي طول قصص بوزيتيف بوزيتيف انا مثلا بكون ماشيه بالشغل او مثلا على الطريق حدا انكسر علي بتلاقينا معصبه انه شو بعمل معه انه ايه. ما عم بيعرفوا يحترمونا ما عم بيعرفوا ينتبهوا إحنا موجودين حدا عايش هالقد بسلام بتحس حالك كثير صغيره قدامه بتحسي عن جد انه يا رب عطيني نعمة الحكمة اللي عطيها إياها لفرانشيسكا الفرح السلام اللي عندها إياه مش طبيعي اللي عن جد بتشرجي فيه يمكن عميد سنة لقدام طيب معقول برأيك خلل بإجرين نقص من حركة الإجرين زاد عندها شي تاني زاد السلام زاد الحب زاد الإيجابية لا لا لا, لا. نحن كل حدا منا عنده النعم اللي عندها إياها فرانشيسكا 100% بس تنعرف نوصل للنعمه اللي ربنا عطيها اياها لفرانشيسكا نعمه الاستسلام والمحبه اللامتناهية يعني فرانشيسكا عم بتلون لك حياتك بهالنعم الاستسلام والسلام والحريه والحب والايجابيه مم. والبسمه وصفات كثير ايه حلوه ده ايه يعني إيه. انه حدا هالقد عنده هيدا السلام هيدا الحب يعني لحتى الخال اذا بتجي بتقعدي معه بتنبسطي بتفرحي قد انسان عنده اطلاع قد انسان معلم قد انسان فهمان وبيبتسم بفرحه مش طبيعيه مره كانت بنتي بالمستشفى اوكي وصل الخال عنا عم بيزورنا جايب لها جو والقصص اللي هي بتحبها وقاعدين كلهم شافوه قاعد ما حدا ايش على تبعوله اوكي وقعد يخبروا عن الصيد وقصص وكان الخال عم يشاركهم الحديث ويخبرهم قد وكذا, وكذا وكذا وخلصوا الحديث قام الخال قال لهم بالاذن لانه كان في معنا بنت تانية بالاوضه قال لهم بالاذن بدي فل حمل حاله فل حرام على العصي تين صار هيك طلعت هيك انه شو هو اللي حرام ما فهمت يا حرام عم بيمشي بس انه الفرق فعلا قد بدل... ايه بنغرق بهالشبر المي اللي عم تحكي إنو... عنه اوقات ايه انه ما تقليلي لي حرام انت يا حبيبتي عندك النعم اللي عندهم اياها بغض النظر انه هن حاملين وجع نحن ما بلا صح. حدود بعدين كلمة حرام هيك كرسحته، إذا كان عم يمشي تكرسح ليش عم على العالم؟ بتعرف إنه هن بيضحكوا على العالم على كلمة حرام؟ ليه عم تقشعيني على الكرسي؟ مم. ما بتقشعيني أنا شو عامل؟ صح صح عرفتي؟ بيضحكوا على العالم، في كثير حدا من رفقاتي بيتمسخروا عليهم مزمت. للعالم يعني وهي صرختنا وهي صرختنا ونقول يا جماعه ما تتنمروا لا على اللي على كرسي ولا يلي عنده بدقيق. اي اعاقه اي مشكله اي شيء ظاهر ما كلنا عندنا اعاقات خفيه وكل انسان عنده ضعفه ومحدوديته بس للاسف اوقات بنغرق بتفاصيل صغيره بقشور ما لها معنى طب نحن بنحب تقولي لها شيء لفرانشيسكا تكوني عم بتوجهي لها رساله تكوني عم بتقولي لنا شيء عن فرانشيسكا يمكن ما هي ما بتعرفه ونحن نكون عم نتعرف عليه فرانشيسكا حدا؟ يعني ما بعرف اذا في يقول التعبير انا وصفته للخال يسوع المصلوب على العصي فرانشيز فرانشيسكا مامشوز. حلو بس على الويل عم بتفرجينا قدام محبته قد قادر اعطينا نعم ما عم نعرف نمجدها لم... ما بنعرف نستخدمها لنمجد اسمه فيها بحي الله شيء هي على الدوليب قدرت وصلت العالم كلها محبته ببسمتها بمحبتها لحتى بيعطاها انه هي قادره تضحي بوقتها انه تقوم وتظهر وتصور وتظبط شعرها وبغض النظر اذا كان هالسشوار عم تاذي راسها من الصخون و... وكلنا بنعرف قد حدا بتكون عم تتعذب بهيدي المراحل آه. اللي عم نقطع فيها سو حدا كثير قوي وكثير ربنا عن جد هو اللي عم بتكون قاعد على هيد الكرسي مطرحهم او على العصي او 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 تصدق حلو كثير يعني نحن ما عشنا الخبره آه عم نحكي بس قد الاشخاص عن جد عم بيكونوا شهاده لالنا لانه نحن بنقول كرسي وعم من منقرب نحن والكرسي بس يلي عم بيقعد على هالكرسي ويقوم من هالكرسي ويسمع حكي الناس ويشوف نظراتهم اللي من قالي واللي مش من قالي الخفيه والظاهره عن جد قد هن ابطال بكل معنى الكلمه ابطال تيواجهوا بكفي انه يمشوا على الطريق والناس تطلع فيهم نحن يمكن اخف لانه بنكون معهم بنقول هن معنا بقوونا بس هن شو عم يحملوا هينه ابدا في حدا كان على الويل كمان قاعدين ما في مطرح تقعد كنت كثير تعبانه وكلهم قاعدين على على الكراسي وكذا وما ادري شو قلت لهم انا هلكانه قال إيه ركضت كثير وتعبت اليوم كثير قلت له ما بعرف بدي اقعد سو so حدا من رفقاتنا اللي هو على الويل فتح اجري في بين ال... على الويل تحت في هيك مثل اثنين بالاجرين فتح اجري هلا قعدي هون اف شو معقده هل قادرين يضحوا يعني يعني لدرجه انه يمكن انا قلت لو بيقدر يوقف كان قعدنا على الويلتشر تبعه بس كل اللي بالمية. بيمشوا كل اللي كل النهار كانوا قاعدين اللي ما عم آه. بيعملوا شيء ما فكروا يزيحوا نتفة تقعد حدهم هل قد قادرين يوصلونا هل قد قادرين يعطونا نعم صدقيني صح. صح. يعني بس طلب صغير بليز طلعوا فينا نحن مين نحن مثل ما انتم عندكم اسم نحن عندنا اسم عندنا حياه نحن فعالين يعني مثل ما انت بحاجه لإلي انا بحاجه لإلك مزبوط صدقيني الوزنات اللي عم نعرف قيمتها هي مش مصاري الوزنات النعم اللي عطينا اياها صح نعرف نستفيد من هالنعم نستمتع فيها مثل ما قلنا من شوي بيكون عنا اجرين وما قلتنا ما بنمشي بيكون عنا ايدين وما بنستخدمهم مثل ما عنا عقل اوقات وبنبقى حاطينه على الرف ليش ما نحن كل الاشياء ربنا زرعها فينا لحتى نفعلها ونستثمرها بحقله ونعطي 20 و30 و40 و100 ما نكون واقفين وعم نطم هالوزنه طب قد ايه علاقتك بفرانشيسكا عم تكون شهاده لكتار؟ يعني صراحة. يمكن بتشجع اشخاص انا تكون أمينة قدامك انا مع فرانشيسكا كانه عم بظهر معك صور مراي او عم بظهر مع فرير فيليب او حي الله حدا انا بالنسبه لي لانه حدا كتير عادي لانه هود ولا مش عطون. صح ما انه واقفين بحياتنا بس انه بقضي وقت مع بقضي عم نضحك ايه. عرفتي يعني لحتى اذا اجى حدا مثلا حط شي كلمه حرام او يي شو حلوه دعانا على الكرسي او او بصير نحن من بنستلمهم عرفتي يعني هيدي القصص اللي بتنقلبها لضحك صح لانه انه خلص انه عن جد عيب ما بتستحي انه انت طول مترين صح وعرضك صح مترين لبستي عشرة 10 سم عم توقف حياتك عدو لبان ليش انت عارفه هالمخلوق شو معلم وشو قضى وشو صح عميل صح يعني نحكي انه هيك نحن يعني لو منقيس على حالنا بس نحن بنمشي نهار او ساعه من حياتنا لو بنعيش مطرحه او مطرح اي انسان كسر اجريك شو بتعملي؟ أوه. أوه. نجرح طيب اصبعنا طيب. اوقات بنصير مدري وين كيف إيه <applause> واحد بده يتحمل 100% بالمية فكرة يعني صدقيني الله بيشهد من وراء الخال من وراء فرانشيسكا من وراء عده اشخاص كانوا بحياتي ريتا وبولين وكلهم كلهم كل الشبيبه يسوع بيعرف الحقيقه 100 هن بالمية. يلي عطيوني القوه لجنات تتعلم الجنات تقشع صح يعني لدرجه عن جد علموني طلعي بيسوع بكل انسان صح هن صح, صح. علموني انه شوف قد ايه كبيره قد ايه نعمه انه على اي اساس انا بدي اقرر انه اذا فرانشيسكا فيها تعرف ولا ما فيها تعرف في يقول حرام على شخص عن جد عنده اعاقه نفسيه من جوا وانا انا ما بدي أتقبليك مثل ما انت 100% او انا بدي احاسبك بوقت انه انا ما بعرف ليش مم. طب ما ما فهمت. نحن نشكر الله عليك وعلى فرانشيسكا يلي هيك من خلالك تعرفنا عليها وتعرفنا أكثر على علاقتكم الحلوة إن شاء الله دايما بتضلي ملونتي لحياتها وملونتلك حياتك إيه أمين وتكونوا جايبين التلوين البنسو والباليت والتلوينات كلهم من عند ربنا دايما صدقيني هن أكبر نعمة لألنا صدقيني لأنه هو حطهم تيفرجينا قدام حبته كبيرة معنا صح. صح. هل قد عم بيقدروا يعلمونا صدق في كلمة أخيرة بتحب توجهيها خصوصي للأشخاص يلي بخافوا يمكن يقربوا من حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو بيتفادوا يكون صديق معهم هيك كلمة من القلب لأنه عندك خبرات وخصوصي مع هالصبية اللي مليانة حياة بدي أطلب من كل حدا ربنا عاطيه نعم الإيدان والإجران والعيون وكل شيء يكرس ساعة بس لكل شخص بحاجة أنه يوصل لحياة لمطرح او يقضي عشر دقايق معهم بكافيه او ببيتهم او 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 لانه صدقني خيي ما تطرح او بحي الله شيء هيدا اكبر نعمه لالنا لانه النعمه اللي عم نحن بحاجه لها ما حدا بتعرفها الا العيش عايش معهم صح 100% يعني حضرتك سور ميراي بتعرفي شو المعنى لانه ديجا انت عايش الاكسبيرينس هي ذاتها قديه بس تظهري معه للاشخاص او بس نكون عاملين صورتين نحن وياهم قديه بترجعي بفرح مش طبيعي صح فرح اكثر ما بعطي ولا هي اللي عم بقوله بطريقه كثير غريبه عندهم السلام والفرح صح. يلي فريمون إحنا بحاجه إلها يلي ما فيها شو بيقولوا مصلح ما فيها غايه او مصلحه او شيء شخصي يعني بالعكس أي بس نحنا ظاهرين لنبسط حلو <applause> كتير وعن جد ما بيكون ببالهم بحدا غير بهالوقت اللي عم بكرسوله لك رغم وجعهم صح وشو بدي اقول لك عندهم عندهم كثير اخبار يعني انا ما بحق لي اكون عم بخبر لانه هذا شيء كثير خاص وصعوبات الدنيا كلها عندهم اياها بيكونوا عايشين بسلام معك صح وما بحسوك صح. مرسي كثير يا جنات عن جد سهل. هيك رحنا معك سفرنا <applause> على كل خبراتك ومحبتك لهالاشخاص يلي مبينه من عيونك ومن حديثك قديه عن جد في علاقه شخصيه وقريبه وحلوه ومليانه محبه صادقه ما فيها اي مصلحه ان شاء الله دائما هيك نضلنا عم نتلاقي على نفس السكه لحتى نكون كلنا سوا على الكرسي او على اجرينا واصلين عند يسوع نعم المصلحه 100% مرسي لك انا بدي اتشكرك وبدي اتشكر الخال وبتشكر فرانسيس. فرانشيسكا على كل شيء هن عطيوني وعلى الوقت عن جد اللي عم بيقدموه رغم كل وجعهم وصعوبات الحياه اللي عم بيقضوها بين عمليات صح. وبين اوجاع صح عن جد انا اللي بدي اشكرهم ميرسي شكر الله مشاهدينا دائما الحكي بيكون قليل قدام الحقيقه والواقع يلي عايشها الشخص نحن اليوم مع فرانشيسكا شفنا مثال صغير لون صغير من الوان الحب والحياه يلي عم تبذل حالها وتقدم حالها ببسمتها وبثقافتها وبعطائها وبكتير تحديات نحن الدعوه لكل انسان يغير نتفه من عقلاته يغير نتفه من الحكم المسبق له تعال وانظر تعا حط اصبعك حط اصبعك على الجرح شوف هالاشخاص شو طيبين قد ما تسمعنا اذا ما عشت الخبره الشخصيه معه ما رح تعرف نحن شو عم نقول ورح تخسر فرصه لقاء كتير حلوه انك تشوف في يسوع وجها لوجه مع هدول الاشخاص اللي كثير محبوبين ويلي ربنا جابهم هديه على هالدنيا وطالب منهم يعيشوا رساله بحياتنا نتلاقى فيكم الاسبوع الجاي مع شهاده حياه رائعه مع اشخاص رائعين من برنامج لون حياتي